عايز بس نقف عند ديت طبعا فضل. ما انجزه النادي الاهلي خلال الماتشين اللي فاتوا يحسب للنادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي في ظل الاصابات والغيابات والمشاكل وكل دوت. بكره طبعا احنا شفنا او انتم كمان شفتوا مباراه تشيلسي والهلال، يعني نقدر نقول من خلال رؤيتكم وتحليلكم ايه اللي ممكن يتخاف منه الهلال، من فريق الهلال بكره على النادي الاهلي؟ يعني نخاف من ايه؟ ايه النقط اللي ممكن تقولها نقط محدده تقدر تقول ان لا ممكن يحصل مشكله بسبب هذه النقاط؟ ماشي، خلينا يا كابتن نبتدي الاول بالتشكيل المتوقع عشان تمام نتكلم عليه. هو الهلال غالبا بكره هيبتدي ب عبد الله المعيوف في حراسه المرمى، بيلعب 4-4-2-3-1 وبيلعب باثنين مساكين، باك شمال الاول ياسر الشهراني، جنبه مساك شمال علي البليهي والكوري هيونسو ومحمد البريك كباك يمين، واثنين زي ما انت البريك محمد كباك البريك يمين تمام، وجوستافو في نص الملعب ومحمد كنو كمركز 8 و4 في الشق الهجومي، سالم الدوسري كجناح شمال وموسى ماريجا كجناح يمين وبريرا كبلاي ميكر ومهاجم وحيد إجاله. الشكل دوت هو الأقرب لفريق الهلال. من الشكل دوت نقدر يا كابتن نستنتج أرقام، الأرقام ديت هتوصلنا لمعلومة إن أكتر لاعب عمل نسبة باص في الماتشين بتوع الجزيرة أو الهلال كباص صحيح هو جوستافو. جوستافو عمل في الماتشين 122 باص. جوستافو بيمثل نقطة الربط ما بين خط الدفاع وبقية الخطوط، هو اللاعب اللي بيسقط تحت شوية ما بين الاتنين مساكين وياخد الكورة ويطلع ينقل البلوك لقدام شوية، ينقل الفريق لقدام شوية. جوستافو لاعب مهم جدا، دوره ما يقلش أهمية عن محمد كانو لأنه بيربط خط الدفاع بشكل جيد جدا وبيطلع بالكورة بشكل هايل، ونسبة الباص بتاعته في الماتشين 92%. لو جينا نشوف ان اكتر اتنين عملوا كروسات في الفريق دوت ياسر الشهراني هجوميا لاعب قوي جدا ولكن دفاعيا عنده مشاكل. الجونين اللي استقبلهم فريق الهلال في البطوله كانوا من ناحيه ياسر الشهراني. هدف الجزيره كان كوره في المساحه اللي وراها اتعمل كروس، وهدف تشيلسي استقبل الكوره بشكل غير صحيح في كوره ركنيه عمل فولونج لوكاكو بشكل هايل سجل منها هدف. لو جينا نشوف ان اكتر لاعب استخلص الكوره في البطوله لحد دلوقتي في الفريق دوت هنلاقي ان جوستافو استخلص الكوره لحد دلوقتي 22 مره كتاني اكتر لاعب استخلص الكوره، واكتر لاعب استخلص هو ياسر الشهراني 26 مره. الفريق ده يا كابتن مشكلته في الحركيه اللي موجوده قدام في الشق الامامي دوت. ياسر الدوسري سالم الدوسري وبريرا وموسى ماريجا وإجاله في حركية كبيرة جدا ما بينهم، دايما بنلاقي إن سالم الدوسري بيخش في الجزئية دي بيسحب نفسه في الجزئية ديت كده وبيطلع ياسر هنا فيفتح الملعب يخلي فيه حلول كتير، بالإضافة إن بريرا قادم من الخلف هو محمد كانو بشكل هايل جدا، كانوا بيسدد بشكل عظيم قوي، يعني ده بيزيد محمد كانو بيزيد هنا فدايما تلاقيه نقطة خطورة، بالإضافة إن هو قوي جدا في الكرة العرضية. محمد كنو ده واحد من أفضل المسددين، يعني كنو من أفضل المسددين في آسيا يمكن. مظبوط، وبيلعب بدماغه كويس جدا يا كابتن، هو طوله 192 سنتي بيلعب بدماغه كويس جدا جدا. فالفريق قوته هنا من وجهة نظري أولا في قدرة الفريق الدايمة على الخروج بالكرة تحت ضغط. نعم. عندهم محمد كنو هايل بالخروج، حاجة كده كنترول على الكرة رائع، بالإضافة أن جوستافو دايما شايف الملعب، الباص في رجله مش بيطلع بشكل غير صحيح بسهولة، وده بيسهل نقل البلوك لقدام بشكل سهل وسلس. الجزئية الأمامية ديت لازم ناخد بالنا بشكل جيد جدا من موسى ماريجا. موسى ماريجا لاعب بدنيا قوي جدا، علي معلول في مهمة قوية قوي على الباك دوت. موسى ماريجا لاعب بدني قوي، جسمانيا قوي قوي، في التحاماته شرس، لاعب ملتحم بشكل هايل قوي. ففريق الهلال هو كأسماء قوي جدا، كمنظومه من الفرق اللي في اسيا اللي تحب تتفرج عليها، شكله حلو دايما في الملعب. لو جينا نشوف بقى الهلال بيركز في الكرات في طريقه اختراقاته والمحاولات ازاي، معانا صوره لمحاولات الهلال في ماتش الجزيره. قبل بس ما نسيب الصوره دي لان الصوره دي مهمه جدا برضو يا كابتن هاني، لان حضرتك كنت بتسال على
اهم ما يميز نادي الهلال. ماريجا الحقيقه واحد من اللاعبين اللي بيتميز ان هو بيبقى صانع العاب تاني، سوري راس حربه تاني، بيخش جوه مع جنب طبعا راس الحربه النيجيري كمان. وسالم الدوسري يا كابتن بيعمل صحيح نفس الموضوع دوت، شفناه في ماتش الجزيره الهدف الخامس بيسحب نفسه دايما جنب ايجاب. ده انا بشوف ان هو لو ناحيه الشمال ده بيبقى اهم حاجه، الاثنين دول لما بيبقوا في ال 18 ووراهم كيرنو ووراهم فيريرا، الرباعي ده بيبقى مؤثر لا قريبين من الجون موجودين في ال 18 وبيوسعوا كمان للباك الشمال بيطلع والباك اليمين بيطلع. واعتقادي الشخصي ان هو في وقت من الاوقات كمان الطريقه بتتقلب ل 4-1-4-1، يعني مظبوط. في ماتش تشيلسي في اغلب الماتش كانوا بيلعبوا كده. وياسر الشهراني عنده مشكله دفاعيه برضه يا كابتن، بس اللي مساعد ياسر الشهراني انه قدامه جناح استثنائي كلاعب تكتيكي اللي هو سالم الدوسري. سالم الدوسري في ماتش تشيلسي استخلص الكوره 15 مره، جناح هو اكتر لاعب استخلص الكوره في المباراه كلها، احسن لاعب في اسيا وجناح، فده مساعد كتير الشهراني. الشهراني باك دفاعيا مش قوي، قوي هجوميا ولكن دفاعيا عنده مشاكل، سالم الدوسري بيساعده بشكل هايل قوي. فنقاط القوه في الفريق دوت ممكن تتلخص من رايي انا في محمد كانو، حاجه هايله جدا في نقل الفريق وفي التكمله ورا التكمله الهجوميه صحيح. وسالم الدوسري، سالم الدوسري لاعب ممتع، لاعب عنده حلول دايما، لاعب بيخش جوه الصندوق بشكل ايجابي على المرمى، عنده القرار على الـ على الـ على, على الجول هايل. إيجاله طبعا لا كلام على إيجاله هداف 2019 أمم أفريقيا، وإيجاله برضو ديات حالات، لا راس حربة متميز طبعا. احنا كده عايزين الصورة اللي هي المحاولات ماتش تشيلسي، دي ماتش الجزيرة بيخترقوا منين، محاولاتهم منين. في ماتش الجزيرة هما مش ما بيلعبوش على الأطراف كتير يا كابتن، مش بيلجوا للأطراف كتير، يعني في ماتش الجزيرة حاولوا 12 مرة من العمق، 2 و8 و2، ما حاولوش من على الطرف الشمال كتير، حاولوا 3 محاولات من على الطرف اليمين ومحاولتين من على الطرف الشمال. وفي برضه في ماتش تشيلسي، ماتش تشيلسي حاولوا من العمق 6 مرات ومن الاطراف 1، 3 في الناحيه الشمال وفي الناحيه اليمين 4. هما فريق بيركز على العمق بشكل اكتر من الاطراف، خطورتهم في العمق، لذلك دور اليو ديانج وحمدي فتحي ونص الملعب بشكل عام مهم جدا جدا في جزئيه العمق دي. الفريق دوت بيلعب في المساحات اللي في القلب بشكل هايل.